الله تعالى بركاته ان شاء الله سوف نقوم بانجاز التمرين الثاني من الامتحان الجهوي 2018 جهه فاس مكناس. يقول التمرين يمثل المبيان اعلاه توزيعا للنقط المحصل عليها من طرف تلاميذ قسم الثالثه اعدادي في فرض محروس لماده الرياضيات. اولا قالوا لنا احسب معدل هذا القسم، احسب معدل هذا القسم، يعني كيقصدوا المعدل الحسابي. اولا حساب معدل هذا القسم، إذا معدل هذا القسم كان نحسبو. بغيتو ديرو جدول في الوسط، ديرو جدول وديرو فيه النقط وعدد التلاميذ، بحيث النقط هي الميزة وعدد التلاميذ هو الحصيص، وديرو قبل 6 ها النقطة 6 عندها 2، لاحظوا معايا الشوهات معنا. قبل 7 عندها في الحصيص 3، قبل 8 النقطة 8 عندها الحصيص 5، قبل 12 عندها 1، عفوا انا نقص 9 حتى هي 1، 13 قبلتها 6، و 15 قبلتها 3، و 10 قبلتها نسيتها 10 قبلتها 4. اذا كيمكنك دير جدول فيه الميزة وفيه الحصيص، هذا باش ميمكنش يغلط التلميذ. هذا ندير جدول كالاتي، ندير النقط ثم عدد التلاميذ، عدد التلاميذ اللي هي الحصص. عندي النقطة 6 عندها 2 في الحصص، عندي النقطة 7 عندها 3، النقطة 8 عندها 5. دايما نشوف طلع هكا مع الشريط، طلع مع الشريط وسير افقي، طلع عاوتاني مع الشريط عمودي وسير افقي، طلع مع الشريط هكا وسير افقي. 5 عندنا في 8، ثم 9 عندنا 1، بالنسبة ل 10 عندنا 4، راح معايا 10 سير مع 2 اللي عاطينهما في التمرين، ثم 11 ما عندناش 12 عندنا 1، ثم 13 عندنا 6، نحن معايا 13 سير من نيشان قاسي 6، 13 كاين عندنا 6، الناس 6 ديال التلاميذ اللي جابوا 6 الناس اللي جابوا 13، ثم 15 عندنا كم؟ 3، 15 ماشي هيشام قتلة 3. هذا بالنسبة للجدول ديال الميزة والحصيص، الميزة هي النقطة والحصيص. إذا درت هذا الجدول يعني كنقص من خطورة الخطأ ديالي أنا، باش ميمكنليش نغلط. بالنسبه للتلميذ اللي فاهم مزيان بالنسبه للميبيان ديال الاشرطه والميبيان ديال العصيات والميبيان ديال الميبيان الاقطاعي، غادي يخدم مباشره، غيخدم مباشره، غيضرب النقطه النقطه في الحصيص ديالها، زائد نقطه 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 في الحصيص ديالها 1، ثم نقطة 13 في الحصص ديالها اللي هو 6، ثم نقطة 15 في الحصص ديالها اللي هو 3، ويلقى ويقسم كلشي على مجموع ماذا؟ مجموع عدد التلاميذ، يعني مجموع عدد التلاميذ، يدير 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6. ولا دار بحال هكا راه يطيح في نفس السياق، يطيح في نفس السياق ديالو. إذا عندنا المعدل، غادي نديرو هو المعدل الحسابي قلنا غنضربو 6 في 2 زائد 7 في 3 زائد 8 في 5 زائد 9 في 1 زائد 10 في 4 زائد 12 في 1
زائد 13 6 زائد 15 في 3 كل شيء على من؟ على 2 زائد 3 زائد 5 زائد 1 زائد 4 زائد 1 زائد 6 زائد 3 يعني ذاك عدد التلاميذ اللي عندي. إذا قلنا 2 زائد 3 زائد 5 زائد 1 زائد 4 زائد 1 زائد 6 زائد 3 هذا كان مضروب الحرف M تساوي 6 في 12 زائد 7 في 3 21 8 في 5 40 9 في 1 90 10 في 4 40 12 في 1 12 6 في 13 18 6 في 1 6 والواحد 7 18 7 3 في 15 5 40 كل شيء على 2 5 10 11 15 16 22 5 20 تساوي نقوم دابا بحساب لأنك يسمحوا لكم باش تخدموا الآلة الحاسبة الغير مبرمجة كنحسب هادو كامل نحسب نجمعهم كلهم كنجمعهم متفقين كنجمع هاد العدد كامل إذا عندي 40 هنا 40 و 40 80 40 و 40 80 وهنا 12 و 78 هي 90 تسعود 21 هي 30 30 و 45 هي 75 75 ديرها بالحمرا هادي عندنا 21 و 9 هي قلنا 30 30 و 45 هي 75 75 و 12 هي ماذا 75 و 12 هي 97 أو عفوا 87 إذا عندنا 87 وغا الحمر نمشي للأخرى عندي هنا 90 وعندي هنا 80 90 و 80 هي 100 100 90 و 80 هي 178 على 25 7 و 8 15 7 و 8 15 8 و 7 15 والواحد 16 واحد لا شيء هنا لا شيء هنا زيرو والواحد هي 2 هي 265 على 25 ثم أقوم بالقسمة هنا أقوم بالقسمة 200 265 على 25 واحد تبقى واحد 15 صفر فاصلة 150 إلى 25 هي كم هي 6 6 هي 30 6 هي 12 15 هي 10 فاصلة هذا هو معدل القسم هذا هو معدل هذا القسم بالنسبة للسؤال الثاني هادشي راه كيحصل لكم شوفوا كاين كثير ربما يكون غلطتوا لهذا راه حسبتوا بالآلة الحاسبة غتلقاو عندنا النتيجة بالنسبة للسؤال الثاني قالوا نحدد النسبة المئوية للنقط التي تقل عن 10 لاحظوا معايا هنا 10 ها هي ها النقطة 10 هي هيك متفقين النقط اللي كتقل من 10 هي هيك النقط هذه تقل عن 10 هاد النقط كتقل من 10 هادي 10 لا هي ما بغاو قل من 10 ما نقولوش او تساوي 10 اقل او تساوي 10 لا تقل عن 10 اذا فعدد او عدد التلاميذ اللي جابوا لنا قل من 10 هو 2 هو 2 و 3 و 5 و 1 هادو عدد التلاميذ اللي نجمعو 2 زائد 3 زائد 5 زائد يعني عدد التلاميذ اللي جابوا قل هنا كيكون حسب النسبة المئوية للتلاميذ إذا غنمشي للتلاميذ في النقطة هنا غنشوف النقطة قل من 10 ولكن هاد النقط تقابلها عدد التلاميذ الذي جابوا قل من 10
إذن على التلاميذ أول حاجة في السؤال الثاني كنلقى عدد التلاميذ اللي حصلوا على نقطة عدد التلاميذ الذين حصلوا هاتوا غنكتبها حصلوا على نقطة تقل عن عشرة تقل عن عشرة شكون هما هو جوج زائد ثلاثة زائد خمسة زائد واحد كما وردتكم في الجدول اللي كتساوي جوج زائد ثلاثة هي خمسة خمسة زائد خمسة هي عشرة هي 11 التلميذ بعد ذلك غنلقى النسبة المئوية النسبة المئوية شنو هي النسبة المئوية في الخاصية عندكم عفوا النسبة المئوية شنو هي في الخاصية النسبة المئوية اش كتساوي كتساوي الحاصص الحاصص على الحاصص الإجمالي في 100 هو الحاصص الحاصص شنو هو الحاصص هنا هو عدد التلاميذ اللي حصلوا على نقطة أقل من 10 هو الحاصص على الحاصص الإجمالي شنو هو الحاصص الإجمالي هو 25 هو 25 كما كتلاحظوا هو الحاصص الإجمالي للتلاميذ يعني عندنا 25 تلميذ التوتال في المجموع ديال التلاميذ ديال القسم هو 25 تلميذ اذا فالحاصل هو 11 وعدد التلاميذ اللي جابوا اقل من 10 عفوا انا نزيد نضرب في 100 هنا نزيد نضرب في 100 باش نلقى النسبه المئويه غادي نحيها عليك نعاودها باش تبان جميع التلاميذ في 100 تساوي الحاصل هو 11 الحاصل الإجمالي هو 25 مضروب في 100 تساوي غنحسبها نيت بالآلة الحاسبة 11 على 25 مضروبة في 100 اللي غتعطينا إلى حسبنا غتعطينا 44% هي النسبة المئوية لعدد التلاميذ اللي حصلوا على نقطة أقل من 10 غنقسم 11 على 25 اللي هي غتعطينا 0.44 0.44 مضروبة في 100 هي 44 0.44 في 100 هي 44 وما ننساش ندير هذا الخط والنقطة الثانية اللي كندير هي في 100 وبهذا نكون قد أنجزنا إن شاء الله تعالى تمرين ثاني من هذا الامتحان الجهوي 2018 لجهات فاس مكناس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.